ديفيد ارجع تاني من فضلك، ارجع لي تاني. بلاش يا استر. بلاش مين؟ انت سمعتني كويس. في استر بالذات مش عاوز مناقشه. يا سيد نديم انا اول ما ترجع وعلى طول ارفدها. تفتكر لو استر عرفت انك معانا هتعتقك؟ عقد باربع افواج استر، الفوق 250 ساقع. ايه رايك؟ كنت واثقه من ان الازمه هتعدي. ها الشيك اتحول ولا لسه؟ ليه ما كلمتنيش طول المده دي ديفيد؟ عارفه المفاوضات مع ادرياتيكا كان شكلها ايه استر؟ ديفيد تصوري لقيتهم عارفين ان الشركه اللي بيني وبين اورلو انفضت. اورلو؟ هو اتصل بيكي وانا مسافر؟ اكيد. عندنا شغل استر يغطي السيزون كله. ليه ما كلمتنيش في التليفون ديفيد؟ وانا طلبتك يوم ما طلبتيني كنت نزلتي من المكتب. ليه ما طلبتنيش في البيت استر؟ ليه ما طلبتنيش ديفيد؟ لاني مش عاوز اضايق الياهو، وانا قلت لك ده اكتر من مره. مالك ديفيد؟ سعيد 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 حقيقي استر. ما عندكيش فكره ايه اللي حصل في جنوة. ما عندكيش فكره المفاوضات مع ادرياتيكا كان شكلها ايه. وانا سعيده انك رجعت لي منتصر. لكن تفتكري استر ايه اللي عرف فرع ادرياتيكا في جنوة ان الشركه اللي بيني وبين اورلو انفضت؟ اورلو مش بيبطل كلام في السوق وانت تعرف ده. اوه كنت هتخليني انسى حاجه مهمه جدا. ده سيت كامل لادوات المكياج اشتريته مخصوص من باريس، هديه متواضعه من ماجي تورز لاعظم سكرتيره في الدنيا. اعظم سكرتيره؟ ما هي دي يعني الهديه الرسميه؟ انت قعدت في فرنسا قد ايه؟ اخر 5 ايام في الرحله بس. استر شفت ادون سمحون؟ ما كانش ممكن ده يحصل. ولا كلمته في تليفون؟ دي هدية سيجانا لوف الياهو جادوسكي. ايه؟ مش عاوزة تاخدي هدية الياهو؟ ما ردتش على سؤالي ديفيد. ولا اني اكلمه في التليفون كمان كان ممكن. شفت ماجي؟ لا. كلمتها في التليفون؟ حاولت. ديفي ليه بتكذب عليا؟ انت عاوز تفهمني انك كنت في باريس وما قعدتش تكلم ماجي ولا ادون سمحون في نيس؟ كان نفسي اكلمه، كان نفسي اسمع صوته. رد عليا بوضوح. اهدي استر من فضلك اهدي. اهدى ازاي وانت بقالك حوالي اسبوعين ما فكرتش فيهم مره واحده انك تكلمني في التليفون ولا تقول لي انت عملت ايه ولا تطمني عليك؟ لاني بخجل من الهو جادوسكي ولاني خجلان منه لحد دلوقتي يا استر، زي ما انا خجلان من 10 يوم الخميس اللي انت عاملاه ومش عارف ازاي هواجه الناس او حتى اني اواجه الهو وفي بيته. شفت ماجي كم مره؟ ولا مره. انا بتعذب. ده كان اختيارك وانا نبهتك. انت كل ما تروح فرنسا وتشوف ماجي انا ما شفتش ماجي. لان ماجي ما كانتش في فرنسا. رجعت مصر؟ هاجرت كندا. من غير ما تسيب عنوانها؟ هاجرت مع جوزها. هو ده بقى اللي مزعلك ومخليك حزين بالشكل ده؟ لا يا استر مش هو ده اللي مزعلني. يبقى في حاجة تانية. ايوه في حاجة تانية. هي ايه؟ اسمها ايه؟ بس يا سامحون مات استر. فضلك استر كفايه كده من فضلك. انا مش عارفه، انا مش عارفه ايه اللي جرالي، مش عارفه. ديفيد بحبك قوي. انا مش عارفه ومش
مش قادرة أعمل حاجة غير إني أحبك. أنا عارفة إن معاك حق، عارفة إنك بتستعمل كتير مني وعلشاني، إنما تهيألي إنك قلت إنك سايبة إلياه وجادوسكي في البيت لوحده. سامحني حبيبي، أرجوك سامحني. مش المفروض إنك كزوجة ترجعي في وقت مناسب؟ ديفيد، أنت فين؟ إلياهو إنسان راجل وزوج، وإذا كانش ده يهمك لازم تعرفي إنه الأمر ده يهمني أنا. إستر، من فضلك. أنا بحبك. وأنا أنت إيه ديفيد؟ أنت إيه يا حبيبي؟ أنا تعبان. أنا تعبان أوي. لكن أنت صرت. أنت الوحيدة اللي وقفتي جنبي. ديفيد. خليكي فاكرة عمري ما هنسى. عمري ما هنسى اللي أنت عملتيه معايا. عمري ما هنسى يا إستر. مهما حصل عمري ما هنسى ده. ديفيد تفتكر لو إستر عرفت إنك معانا هتعتقك؟ لا من فضلك يا إستر، من فضلك خدي الهدايا علشان على الأقل موقفك قدام إلياهو يبقى معقول.